لكن لسه ما خلصناش يعني فقرتين او فيديوهين مهمين جدا. اول واحد وبنتكلم على سيرجيو راموس. سيرجيو راموس اكيد طبعا نجم عالمي مش بس في اسبانيا لكن ده في كل العالم. فالراجل عنده وقت اجازه عايز ان هو يخرج وينطلق من غير ما حد يعرف هو مين. ما كانش فيه غير طريقه واحده بس علشان يتنكر فيها ويخرج يتفرج على كل الاماكن السياحيه اللي موجوده في مدينه ابو ظبي. هي ايه؟ هنروح ونعرف. Sitios más maravillosos que he visitado. Increíble. ده الشيخ سيرجيو راموس مسجد الشيخ زايد في مدينة أبو ظبي، وعلق في آخر الفيديو قال من أروع المشاهد اللي أنا شفتها في حياتي. تالي طبعا اللي راح مدينة أبو ظبي وشاف مسجد الشيخ زايد تحفة معمارية، و يعني زي ما حضراتكم سامعين صوت الإمام، حاجة روعة روعة روعة، شيء مشرف جدا جدا للدولة العربية أو للدول العربية، وخاصة طبعا بنتكلم على الديانة الإسلامية والمنظر اللي حضراتكم شايفينه. أي ديانة وأي يعني مدينة فيها مظاهر أو يعني حاجات الدينية زي ما احنا بنشوف في كل دولة، يعني بنشوف في الإمارات، في السعودية، في مصر، في أي دولة عربية بسم الله ما شاء الله بنلاقي دايما حاجات مشرفة لينا نفتخر بيها سواء كعرب أو كمسلمين أو كمسيحيين. لكن قبل ما نروح بقى ونقفل ملف كأس العالم للأندية، احنا عارفين دايما إن في